بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع شامة ومدرستها. إذن وأول سؤال، كياس كياس كما نرى في الصورة، كياس كياس. إذن نقول سيساميغا سيساميغا. إذن فيأتي السؤال، كياساميغا كياساميغا كياساميغا. إذن نقول في الجواب سلا نوفيل ميتريس سلا نوفيل ميتريس. ساميغا سلا نوفيل ميتريس ساميغا سلا نوفيل ميتريس. أو تيل أو تيل. Elle est en classe. Elle est en classe. Elle est en classe avec ses élèves. Elle est en classe avec ses élèves. إذا la maîtresse. Chama. Montre-moi tes affaires scolaires. Chama. Montre-moi tes affaires scolaires. Montre-moi tes affaires scolaires. Chama. Voici ma règle. Mes crayons. Mon cahier et ma gomme. Voici ma règle. Mes crayons. Mon cahier et ma gomme. La maîtresse, c'est ton livre, c'est ton livre. Chama, oui, c'est mon livre. Iden Moïd, qui est-ce? Iden Kaman Araf Sora, qui est-ce? Tabat Hal, c'est ma clé, n'est-ce pas, as-su'el? Ou tabat Hal, y'a chos su'el an l'ashkhas, n'a qu'ul qui est-ce? Men yakoun, ou men takoun, qui est-ce? Tabat Hal, fin y'a chos, al-ashia, kama qu'ulna, إذن نقول كاسكوسي، ما هذا أو ما هذه؟ كاسكوسي. إذن هنا عندنا كياس كياس. من يكون؟ طبعا الحل في الحالة اللي عندنا من تكون؟ كياس. إذن كما قلنا سي سامغة سي سامغة، إنها سامرة. إذن فيأتيك سؤال مثلا ثاني، كي سامغة كي سامغة كي سامغة. من تكون سامرة؟ طبعا الحل عندنا هنا أتخ، شكون هاد سامرة؟ كي سامغة. إذا فيكون الجواب مثلا سلا نوفيل ماتريس سلا نوفيل ماتريس، إنها المدرسة الجديدة. أو بيان سي نوتخ نوفيل ماتريس سي نوتخ نوفيل ماتريس، إنها مدرستنا الجديدة مثلا. أو تيل أو تيل، أين هي موجودة؟ يعني فين متواجدة؟ بنفس الشكل عندنا هنا أتخ، نقول ألي يعني هي متواجدة. إذا أو تيل أين هي متواجدة؟ وطيل إلي أون كلاس أفيك سيزالي، يعني هي في الفصل مع تلامذتها. إذا لا ماتريس، شما مونتر مو تي زافير سكولير، شما مونتر مو تي زافير سكولير. إذا شما أريني أو أبهريلي أدواتك المدرسية. شما مونتر مو تي زافير سكولير. إذا عندنا هنا عبارة مونتخ موا، تكون من لو فيغ مونتخي، ثم عندنا موا، عندنا ضمير هنا. إذا مونتخ موا يعني أريني. إذا طبعا الحال لو فيغ مونتخي هي أظهر وأبان عن. إذا مونتخ موا يعني أظهري لي. طبعا الحال ممكن أننا نخاطب شخصا مذكرا بنفس الشكل، نقول له مونتخ موا يعني أظهر لي، يعني ليس هناك فرق في اللغة الفرنسية. إذا مونتخ موا يعني أظهر لي أو أظهري لي، يعني كما لو نقول دعني أنظر. إذن شما مونتخ مو تي زافيغ سكولير، شما أريني أدواتك المدرسية. إذن كما قلنا عندنا مونتخ مو. مثلا وأنا أبحث عن الطريق تقول لشخصين مونتخي مو لو شومان، مونتخي مو لو شومان، أريني الطريق أو أروني الطريق. مونتخي مو لو شومان يعني أروني الطريق. أو تقول لشخصين سيل فو بلي مونتخي مو لو شومان، من فضلكم أروني الطريق. أو نقول مثلا مونتخ مو كومون فيغ، مونتخ مو كومون فيغ، أريني كيف العمل، يعني أريني كيف العمل. هل ستقول لشي واحد وريني كيفاش نعمل، وريني أشنو ندير. إذا مونتخ مو كومون فيغ، أريني كيف العمل. أو نقول مثلا مونتخ مو سوكو تو يافي، يعني أريني ما الذي فعلته. مونتخ موا سوكو تو يافي، أريني ما الذي فعلته أو ما الذي عملته. إذا كما قلنا الآن عندنا مونتخ موا. نعود لسؤالنا، شما مونتخ موا تي زافير سكولير. إذا كو دوموند لا ميتريس أشما، كو دوموند لا ميتريس أشما.
إذن elle lui demande de lui montrer les affaires scolaires. Elle lui demande de lui montrer les affaires scolaires. هي طلبت منها أن تريها الأدوات المدرسية. أو نقول elle lui demande de faire sortir ses affaires scolaires. يعني هي طلبت منها إخراج أدواتها المدرسية. Elle lui demande de faire sortir ses affaires scolaires. هي طلبت منها إخراج أدواتها المدرسية. أو كما قلنا elle lui demande de lui montrer ses affaires scolaires. هي طلبت منها أن تريها أدواتها المدرسية. إذن كما قلنا شما montre moi tes affaires scolaires. إذن عندنا عبارة affaires scolaires. Affaires scolaires. إذن les affaires scolaires المقصود بها tout ce dont. يعني كل الذي signifie يعني أن تعني tout ce dont. يعني كل الذي l'apprenant. يعني المتعلم. يعني المقصود هنا التلميذ. إذن signifie tout ce dont l'apprenant a besoin pour travailler à l'école. إذن affaires scolaires المقصود بها كل الذي التلميذ أو المتعلم كما عندنا هنا l'apprenant تجي من فعل apprendre يعني تعلم كما رأينا a besoin يعني أنه يحتاج لكي يعمل في المدرسة pour travailler à l'école لكي يعمل في المدرسة. إذن les affaires scolaires المقصود بها signifie يعني أنها تعني tout ce dont l'apprenant a besoin pour travailler à l'école. كل الذي المتعلم يحتاجه لكي يعمل في المدرسة. المقصود أنها تعني كل الحاجيات التي يحتاجها طبعا الحال التلميذ في المدرسة لكي يقوم بعمله بالمدرسة. إذن signifie tout ce dont l'apprenant a besoin pour travailler à l'école. إذن نقول les affaires scolaires أو نقول les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. إذن سواء قلنا les affaires scolaires أو بها les fournitures scolaires يعني المعنى واحد. إذن كما قلنا شما montre-moi tes affaires scolaires. Montre-moi tes affaires scolaires. أريني أدواتك المدرسية. أو أريني أدواتك المدرسية في حالة كان السؤال موجه لشخص مذكر. إذن طبعا الحال ليس هناك تغيير. إذن هنا أريني أدواتك المدرسية. إذن ماذا ستقول شما؟ شما voici ma règle. Mes crayons. Mon cahier. Et ma gomme. Voici ma règle. ها هي مسطراتي. Mes crayons. ها هما أقلامي. Mon cahier, دفتري, et ma gomme, وممحاتي. إذن, qui parle? Qui parle? Qui parle? من الذي يتكلم? Qui parle? من الذي يتكلم? أو من التي تتكلم? Qui parle? Bien sûr, c'est Shama. Bien sûr, c'est Shama. C'est Shama. إنها Shama. Ou bien, c'est Shama qui parle. C'est Shama qui parle. C'est Shama qui parle. إنها Shama التي تتكلم. À qui parle-t-elle? À qui parle-t-elle? لمن تتكلم هي؟ À qui parle-t-elle? لمن تتكلم هي؟ المقصود هي من تكلم. À qui parle-t-elle? Elle parle à la maîtresse. Ou bien, elle parle à Samira. Ou bien, elle parle à Samira. إذن هي تتكلم للمدرسة أو هي تتكلم إلى Samira. المقصود أنها تكلمها. إذن, à qui parle-t-elle? Elle parle à la maîtresse. Ou bien, elle parle à Samira. Comment entre Shama? Comment entre Shama? Dans le cas, on a le verbe montrer, yani abhara, ou abana. Mais l'adi abharat Shama. Ashnouirat Shama. Ashnouirat. Comment entre Shama? Elle montre sa règle, ses crayons, son cahier et sa gomme. Hiya tout dhiro, mistarata, ses crayons, aqlama, son cahier, دفترها إساغوم وممحاتها. كومونت شما؟ إل مونتخ سا راجل سيك خيون سون كي إساغوم. كومونت شما؟ إل مونتخ سا راجل سيك خيون سون كي إساغوم. كيسكو شما مونتخ ألا ماتخيس؟ كيسكو شما مونتخ ألا ماتخيس؟ لاحظ الفرق بين السؤالين. كومونت شما؟ ما الذي تظهره شما؟ يعني أشنو وريت شما؟ أشنو بينات؟ طبعا الحال كما قلنا أن بينات المسطرة الأقلام ثم الدفتر ثم الممحات. هنا كيسكو شما مونتخ ألا ماتخيس؟ ما الذي تظهره شما للمدرسة؟ اللي زيد هنا هو لمن أظهرت هذه الأشياء. إذن في السؤال السابق كومونتخ شما؟ ما الذي أظهرته شما؟
بغض النظر لمن اظهرت شنو هاد الاشياء. السؤال الثاني لا، يعني اننا حددنا لمن بينات هاد الاشياء. كاسكو شيما مونتر على ميتخياس، كاسكو شيما مونتر على ميتخياس، ما الذي اظهرته شيما للمدرسه؟ اذا بيان سور شيما مونتر على ميتخياس سا ريغل سي كريون سون كاي اي سا غوم. نفس الكلمات بطبيعة الحال، لكن بطبيعة الحال في ترتيب جديد، بطبيعة الحال لحساب السؤال. إذا عندما نقول كومونت خشامة، إذا المونت خصاغيك السيك خيون سون كي إي سا غوم. كاسكو شامة مونت خ ألا ميتخيس، شامة مونت خ ألا ميتخيس، صاغيك السيك خيون سون كي إي سا غوم. ثم عندنا سؤال آخر، كاسكو شامة صاغ دو سون كارطابل، كاسكو شامة صاغ دو سون كارطابل. ما الذي أخرجته شامة من محفظتها؟ إذا ما الذي تخرجه شامة من محفظتها؟ طبيعة الحال هناك فرق من حيث المعنى بين هذه الأسئلة، وبالتالي غيكون الفرق حتى في الجواب. إذا طبيعة الحال رغم أن هناك تقارب، فمثلا من تنقولوا كومونت شامة يعني ما الذي تظهره شامة، يعني أن ستخرج هذه الأشياء بغرض الإظهار. أما في السؤال الآخر مثلا كاسكو شاما صو دو سون كابابل، ما الذي تخرجه شاما من محفظتها؟ ممكن انها تخرج الادوات ليس بضروره الاظهار، ليس بضروره اظهارها لشخص. اذا ممكن انها تخرجها من اجل العمل، ولكن من خلال سياق الكلام يعني واضح بانها تخرجها من اجل اظهارها للمدرسه. اذا كاسكو شاما صو دو سون كابابل، ما الذي تخرجه شاما من محفظتها؟ سنقول شاما صور دو سون كابابل سا ريغل سي كخيون سون كي اي سا غوم، يعني ان شاما تخرج، المقصود ان اخرجت من محفظتها سا ريغل يعني مسطرتها، سي كخيون يعني اقلامها، سون كي يعني دفترها، سا غوم يعني ممحاتها. اذا كاسكو شاما صور دو سون كابابل، شاما صور دو سون كابابل سا ريغل سي كخيون سون كي اي سا غوم. شاما صور دو سون كابابل سا ريغل سي كخيون سون كي اي سا غوم. اذا كومونتر شاما المونتر سا ريغل سي كخيون سون كي اي سا غوم. كاسكو شاما مونتر على ميتخيس، شاما مونتر على ميتخيس سا ريغل سي كخيون سون كي اي سا غوم. كاسكو شاما صور دو سون كابابل، شاما صور دو سون كابابل سا ريغل سي كخيون سون كي اي سا غوم. اذا كما قلنا شاما مونتخ مون تيز افير سكولير، إذن ستقول شاما فواسي ما غاكل ميك خيو مون كي اي ما غوم. لا ماتريس سي طون ليفر، سي طون ليفر هو كتابك، سي طون ليفر هو كتابك. طبيعة الحال من حيث شكل الجملة هنا ممكن أن تكون جملة عادية يعني بدون هاد علامات الاستفهام. إذا قلنا مثلا سي طون ليفر إنه كتابك، ولكن طبيعة الحال هاد العلامة اللي عندنا هنا اللي جات في الأخر ديال الجملة هي اللي تتخلينا نغيرو الصوت. علاش؟ لأنه باش نبينو سؤال خاصنا نغيرو الصوت. إذا نقول مثلا سي طون ليفر، سي طون ليفر هو كتابك، إذا سيكون الجواب طبيعة الحال بالإثبات أو بالنفي. إذا عموما إذا لم تكن عندنا هاد العلامة ديال الاستفهام، إذا نقول مثلا سي طون ليفر يعني إنه كتابك أو إنه كتابك، إذا سي طون ليفر، أو كما عندنا هنا سي طون ليفر يعني هو كتابك. طبعا شاما ستجيب وي سي مون ليفر، نعم هو كتابي. إذا كما قلنا سي طون ليفر، سي طون ليفر هو كتابك. إذا كما تلاحظوا بأن المدرسة هنا لكي تنسب هاد الكتاب لشاما استعملت كلمة طون. إذا نقول مثلا سي مون ليفر يعني إنه كتابي، سي طون ليفر يعني إنه كتابك أو كتابك، سي سون ليفر إنه كتابه أو كتابها. إذا نستعمل المون طونسون بالنسبة للمذكر. إذا طبيعة الحال هذه الكلمات تتنتمي لواحد المجموعة أكبر ديال الكلمات اللي تتسمى أدجيكتيف بوسيسيف، بوسيسيف أدجيكتيف بوسيسيف. طبيعة الحال أدجيكتيف هي الوصف، بوسيسيف يعني أنها ديال الملكية، تجي من فعل بوسيدي، بوسيدي يعني امتلك. جو بوسيد إين فواتير يعني أنا أمتلك سيارة، جو بوسيد إين فواتير يعني أنا أمتلك سيارة. إذا نحن نصف بأن هذه الكلمات نصفها بأن أدجيكتيف
بوسيسيف يعني انها نعوت ديال الملكيه. اذا هاد مون طونسون اذا نسميها ديتيرمينو او بيان ادجيكتيف بوسيسيف. اذا هاد لي ادجيكتيف بوسيسيف سو بلاس دوفون لو نو بور انديكي لا بروبريتي، بور انديكي لا بروبريتي لكي تدل على الملكيه. بطبيعه الحال لا بروبريتي ايضا حتى هي الملكيه ماشي لا بروبريتي. لا بروبريتي يعني النظافه، هنا عندنا لا بروبريتي يعني الملكيه. اذا لادجيكتيف بوسيسيف سو بلاس دوفون لو نو يعني ان هاد الادوات ديال الملكيه ان توضع امام الاسم، سو بلاس ان توضع دوفون لو نو امام الاسم بور انديكي لا بروبريتي من اجل الدلاله على الملكيه. اذا نقول مثلا سي تون كارطابل، اذا فيكون الجواب مثلا وي سي مون كارطابل، وي سي مون كارطابل. اذا هل هذه محفظتك او محفظتك؟ نعم هي محفظتي. وي سي مون كارطابل، نعم هي محفظتي. بين كريمه وندى اذا نقول مثلا كريمه سي لو ليفر دو عمر، اذا فتجيب كريمه وي سي سون ليفر انه كتابه. سلمى مونتخ موا طيفيطمو ندى. في الاول كما نرى عندنا سي سون ليفر، استعملنا كلمه سون، سي سون ليفر انه كتابه. في الحاله الثانيه عندنا سلمى مونتخ موا طيفيطمو ندى، اريني ملابسك يا ندى. مونتخ موا طيفيطمو ندى، اريني ملابسك يا ندى. اذا بطبيعه الحال هي بغات تعرف الملابس اللي شرات، اذا فقالت لها مونتخ موا طيفيطمو ندى، اريني ملابسك يا ندى. اذا بطبيعه الحال عندنا هنا طيفيطمو، طيفيطمو يعني هاد الملابس هي تعود لك، يعني انك انت من تمتلكين هذه الملابس. اذا بطبيعه الحال في المفرد نقول مون طون سون، شيء ما يعود لي، يعود لك، يعود له. بطبيعه الحال في حالة المذكر، اما في حالة المؤنث نقول ما طاسا، شيء ما مؤنث يعود لي، شيء ما مؤنث يعود لك او لك، شيء ما مؤنث يعود له او لها. اذا نقول سا مثلا سايغل يعني مسطراته او مسطرتها. اما هنا عندنا طيفيطمون، نتكلم عن مجموعة اشياء تعود لك سواء كانت مذكرة او مؤنث، لا يهم هنا. في حالة الجمع لا يهم التأنيث والتذكير. اذا مونتخ موا طيفيطمون ندى، مونتخ موا طيفيطمون ندى، اريني ملابسك يا ندى. ندى فواسي ما شوميز، ها هي هذه هي قميصي. طبعا حنا نتكلم عن قميص في اللغة الفرنسية، كلمة مؤنثة. فواسي ما شوميز، ما غوب فستاني. طبعا الحال كلمة فستان ايضا كلمة مؤنثة، ما غوب اي مون تخيكو. فواسي ما شوميز، ما غوب اي مون تخيكو. سلمى سي طون طابلي، سي طون طابلي. سلمى سي طون طابلي، سلمى سي طون طابلي. ندى وي سي مون طابلي، وي سي مون طابلي. اذا نستعمل مون طونسون او نستعمل ما طاسا، طبيعة الحال في الجمع نقول مي تي سي، مي تي سي. اذا كما قالت المدرسة سي طون ليفر، سي طون ليفر. كي بارل، كي بارل، كي بارل. سي لا ميتريس، سي لا ميتريس. او بيان سي لا ميتريس كي بارل، سي لا ميتريس كي بارل. اذا نقول سي لا ميتريس، السؤال كان هو كي بارل، من الذي يتكلم؟ اذا قلنا انها المدرسه يعني اننا نكمل على السؤال. هذه صيغه مختصره، سي لا ميتريس انها المدرسه. طبيعه الحال بالرجوع الى السؤال طبيعه الحال يكتمل الجواب. اما اذا سمعنا هذا الجزء من الجواب بمفرده يعني لا نفهم الجواب. مثلا اذا جئت وقلت لك سي لا ميتريس، اذا طبيعه الحال لن تفهم شيء. انها المدرسه، ما شان المدرسه؟ اذا قلت لك سي لا ميتريس انها المدرسه، اذا بطبيعه الحال ما شان المدرسه؟ ولكن عندما نقول كي بارل ثم نتبعها سي لا ميتريس، اذا واضح بانها المدرسه التي تتكلم. اذا ممكن اننا نعطي جوابا كاملا، نقول مثلا سي لا ميتريس كي بارل، سي لا ميتريس كي بارل، انها المدرسه التي تتكلم. اذا في هذه الحاله يكون عندنا جواب كامل، يعني اننا ناخذ جانبا من السؤال ثم نكمل عليه. سي لا ميتريس كي بارل، انها المدرسه التي تتكلم. كو دوموند لا ميتريس شيما، كو دوموند لا ميتريس شيما. اي لو دوموند سي سي سون ليفر، هي تطلب منها ان كان كتابها.
إذا كان كتابها. طبعا حال إل ودمون سي، طبعا حتى نعرف بأن سي هي إذا، سي إنه سون ليفر يعني كتابها أو كتابه. في الحالة اللي عندنا كتابها، سي سي سون ليفر، هي تطلب منها أو تسألها إن كان كتابها. كو دوموند لا ميتريس هشام، كو دوموند لا ميتريس هشام، إل ودمون سي سي سون ليفر، كو دوموند لا ميتريس هشام، إل ودمون سي سي سون ليفر. Si c'est son livre, elle lui demande si c'est son livre. Elle lui demande si c'est son livre. هي تطلب منها إن كان كتابها. إذا نقول أحيانا مثلا je me demande si il serait possible de rencontrer les acheteurs. Je me demande طبعا الحال عندنا هنا لو فيرب se demander. طبعا الحال demander يعني أنك تطلب من شخص شيئا كما عندنا مع شامة. Elle lui demande يعني هي تطلب منها. هنا عندنا لو فيرب demander. ولكن يمكن أنه يكون عندنا لو فيرب se demander. Je me demande يعني أنا أتساءل، يعني كأنني أسأل نفسي أو أطلب من نفسي معرفة شيء. Je me demande s'il serait possible de rencontrer les acheteurs. إن سيكون ممكن اللقاء بالمشترون، يعني تنسول راسي واش ممكن تلاقى من بعد مع المشترين. إذا je me demande s'il serait possible de rencontrer les acheteurs. إذا طبعاً الحال عندنا s'il serait. إن سيكون، إن سيكون، طبعا الحال عندنا لغة إتخنا، تنعرف بأن إتخ هي كان، نقول مثلا أو سون لي زونفون، أو سون لي زونفون، يعني أين هم الأطفال الآن، ولكن إلا بغينا نتكلمو عليهم فين غيكونوا في المستقبل سنقول أو سون لي زونفون، أو سون لي زونفون، غنستعملو هنا لو فيتور، هاد لو فيتور هو اللي عندنا هنا، سي سوغي بوسيبل، إن سيكون هو ممكن، طبعا الحال هاد اللقاء، سي سوغي بوسيبل دو رونكونتخي. Les acheteurs. إن سيكون ممكن اللقاء بالمشترين. إذا كما قلنا c'est un livre. إذا ستقول شيئا ماذا؟ Oui c'est mon livre. Oui c'est mon livre. Oui c'est mon livre. نعم هو كتابي. إذا que répond شيئا ما؟ Que répond شيئا ما؟ Ou bien que dit شيئا ما؟ Que répond شيئا ما؟ تجي من فعل répondre اللي هي أجابة. Que répond شيئا ما؟ يعني ماذا تجيب شيئا ما؟ عندنا لو فيرب répondre. يعني أجابة ومن كلمة la réponse يعني الإجابة. إذن que répond شامة يعني ماذا تجيب شامة أو bien que dit شامة ماذا تقول شامة. طبعا الحال الإجابة هو نوع من القول. إذن ممكن أننا نقول que répond شامة ماذا تجيب شامة أو bien que dit شامة ماذا تقول شامة. إذا الجواب المختصر هو oui c'est mon livre. Oui, c'est mon livre. طبعا الحال هي أجابت نعم هو كتابي. Que répond شامة؟ Oui, c'est mon livre. Ou bien شامة répond Oui, c'est mon livre. عندنا السؤال الثاني اللي كنا شفنا اللي هو نفس السؤال في الحقيقة. Que dit شامة؟ Que dit شامة؟ ماذا تقول شامة؟ إذا كما قلنا Que répond شامة؟ Ou bien Que dit شامة؟ Que dit شامة؟ إذا نقول شامة دي Oui, c'est mon livre. Oui, c'est mon livre. إذا ونختم مع عمر. عمر بارل، عمر يتكلم. سلو فيرب بارلي هو فعل تكلم. إذا ماذا سيقول عمر؟ سي مون كارطابل، سي ما غاغل، سو سو ميك خيون. سي مون كارطابل، سي ما غاغل، سو سو ميك خيون. سي مون كارطابل، سي ما غاغل، سو سو ميك خيون. سو سو ميك خيون. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.